ولكن انا ما عرفتش شنو هي اللونغاج اللي خاصني نتبع داكشي علاش بغيت نسولك وراه الاسئله ديالي عندهم نفس السياق شنو هي لا لونج اللي تنصحني بها مع العلم انني ما عنديش مع الويب ديفلوبمنت والويب ديزاين داكشي علاش بلا ما تنصحني نتبع البي اش بي اش غادي نقول لك دابا لي زابليكاسيون اللي كيتمشوا بزاف هما لي زابليكاسيون ويب ولي زابليكاسيون موبيل يعني يعني وهادشي اذا ما كانش عندك مع الديزاين وما عندكش مع الويب ديفلوبمنت يعني ما تقدرش تمشي مع تمشي به تمشي مزيان في هذا الدومين أه فهمتيني اش بغيت نوصل لك يعني لو مارشي دابا تيطلب هادشي بزاف ف يعني حنا تنهضروا على شي حاجه اللي غاتوكلك الخبز أه واش الدومين دو بروغراماسيون ممكن نعيش به؟ ماشي ممكن تعيش به ممكن دير به لاباس ماشي ممكن تعيش به ممكن تعيش به اخويا اش كتقصد بها هي انك مثلا غادي تاخذ واحد الدبلوم وغادي تمشي تخدم عند واحد الشركه او طونك تيكنيسيان سبيسياليزي ولا انجينيور غادي كنتي انجينيور غادي يخدموك بواحد 11000 درهم انت فرحان هذاك إيه السيد تياخذ على ظهرك دي بروجي بالملايين وكيجيبك انت كتيكزيكوتي هذاك البروجي واش فهمتي دابا دابا الناس ديال الديفلوبمون اش كيوقع ليهم انا غنقول لكم اش كيوقع ونتمنى الناس اللي ديزانجينيور في الديفلوبمون ولا في ولا ولا, ولا لي تيكنيسيان ولا هذا يعرفوا اش كيوقع انت خويا ملي كتمشي لعند واحد الشركه وكتخدم في هذيك الشركه أه انجينيور فرحان كيعطيوك 14000 درهم 15000 درهم انت ناشط ليا مع راسك أه عايش ليا في بارت ما بخير شاد ليا طوموبيله كريدي أه نعم سيدي ديما الصامدي سوار ناشط ليا مع راسك فرحان خويا تخدم ب 15000 درهم هذاك السيد اللي كيجي بالبروجي كيشدو بالملايين كيشدو ب 60 مليون 70 مليون 80 مليون اش كيجيك انت مننا كيجي منك انت من الفتات كيشد هذاك السيد كيصاوب دي, دي سوليسيون كيبيعهم بالزبابل ديال الفلوس يعني انت اللي كدير الخدمه انت اللي كديرها كيشدها هو كيبيعها كيبيعها ب 60 مليون كيبيعها ب 100 مليون ب 300 مليون كيعطيك انت 15000 درهم في الشهر تخيل معايا الوغ خصنا نكونوا شويه ذكيين علاش انا ما نصاوب دي بروداكت نصاوب دي سوليسيون ونبيعهم سيغ انترنيت اه نبيعهم سيغ انترنيت علاش هذا خويا بغى يمشي هو يدي 60 مليون ولا 30 دي يعني حتى انا غاز في داري واش فهمتوا القلب اللي كتقلبوا فيه كي داير دابا هادشي اللي كيوقع للدراري فلهذا انا واحد القضيه ثاني حاجه تقدر مثلا تلقى آه يعني تلقى دي ماركتر يعني ديال ماركتر انت كتصاوب يعني كتصاوب كتصاوب هذيك لا سوليسيون وهذوك لي ماركتر تيبيعوها وتيكون عندك نسبه مئويه واش فهمتيني يعني عوض انك تخدم في شركه ب 15000 درهم وتيسحب راسك فرحان هذا الا خدمتي ب 15000 درهم انا كنعرف دي زانجينيور تيخدموها ب 8000 درهم يعني تصور معايا 8000 درهم هذاك السيد راه ماشي ماشي تيضحك عليك هذاك السيد راه راه دايرهم بحال القروضه هادشي هادشي وسمحوا لي الله يرحم لكم الوالدين بحال خوكم بحال خوكم الصغير ولا الكبير يعني كيضرب كي عليك تيضرب عليك تماره باش في الاخر انت تطلع واحد البروجي كيشدوه ويبيعو